الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. في ضيقات أو مشاكل أو أمور بنحاول أن احنا نحققها، ولكن مش من السهل أن احنا ناخدها أو نحققها، وده بيخلينا نطلب من ربنا، وده اللي ربنا مستنيه. مستني إيه اللي قربنا منه؟ حتى لو كان مشكلة أو احتياج معين من أجل حبه فينا، مستني نقرب منه. قصتنا قصة بسيطة جدا ممكن يتعرض لها أي إنسان. قصة بتاعتنا أسرة، راجل ومراته متزوجين، عندهم طفلين صغيرين 8 سنين و6 سنين، عايشين بهدوء مع بعض في مصر، بيحبوا ربنا. وبعدين جات لهم فكرة، هل يسافروا أمريكا ويجربوا العيشة هناك؟ قد تكون أفضل وقد تكون لأ، لكن قالوا ماله ما نشوف الموضوع ده. وصلوا قالوا انت عايز ايه يا رب؟ احنا مش عايزين حاجة، عايزين نقعد هنا، نقعد احنا مبسوطين، نقعد هناك في أمريكا، بيقولوا بلد متقدمة كويسة، قد تكون مفيدة لينا، مفيدة لعيالنا، مش عارفين. لكن قالوا احنا نصلي واللي ربنا يعوزه يعني يعمله. وصلوا فعلا، وراحوا فعلا يصلوا في الطحونة، وطلبوا ان ربنا يتدخل. قابلوا هناك ابونا الاسقف وصلى لهم وقال لهم ربنا يدبر لكم الخير. راحوا تاني يوم عشان ياخدوا الفيزا، فيزا الامريكا يعني في السنين الأخيرة ما عادتش متاحة بسهولة. لكن ربنا اللي عايزه، اتكلين على ربنا. راحوا وخدوا الفيزا. على يبقى ربنا عايز نسافر. طب وماله؟ حلو، راحوا سافروا هما الاثنين من غير أطفالهم. راحوا هناك وما انبهروش، قالوا كويس، بلد متقدمة يعني، لكن بلدنا كمان حلوة. وقالوا يا رب برضو اللي انت عايزه، احنا مش متضايقين وكل شيء حلو، بس انت عايز ايه لينا ولعيالنا؟ اللي عايزه لمصلحتنا، اللي قربنا منك، احنا مش عايزين نبعد عنك ابدا. فاتدخل انت يا رب، عايز سهل كل حاجة، مش عايز بلاش، احنا عادين كويسين وشاكرينك واحنا حلوين قوي. قضوا فترة الزيارة بتاعتهم لأمريكا ورجعوا وقالوا لازم ناخد فيزا للعيال. قالوا يا رب عايز، اذا كنت شايف ده الخير، واحنا واثقين انك تقدر تدينا فيزا للعيال كمان. قعدوا يصلوا وقدموا الاوراق وكملوا كل شيء، ويفاجئوا انه الموافقه تيجي بسرعه. ايه ده؟ قالوا متشكرين يا رب، متشكرين ان انت جبتها. خدوا العيال وراحوا هناك وقالوا يا رب طيب يعني انت ادينا بقى نعمة نعيش ازاي، احنا يعني جينا صحيح، وانت عارف يا رب انه صعب نعيش ونشتغل، معناش اقامة، معناش جرين كارد، فيعني سهل انت بقى. وقعد يدور لغايه ما لقى شغلانة في بنزينة، قال اشتغل فيها خاصة عشان الاقي لقمتي، خصوصا ان الشخص ده لا له اصدقاء ولا اخوات
في امريكا ولا مراته ولا احد، مش اي حد. فقالوا لي يا رب يعني احنا ما عندناش حد نساله او يشدنا غيرك انت. انت عايز تسهل لنا الاعاد سهل، مش عايز رجعنا، احنا كده كده مبسوطين بين ايديك. اشتغل في البنزينه، وهو بيشتغل في البنزينه فوجئ بانه في شخص مسيحي مصري موجود هناك، وسلم عليه وصحب عليهم وعمل علاقه. فسؤال بسيط قال له هو انت معاك جرين كارد؟ قال له لا معيش. قال له طب انت عايز جرين كارد؟ قال له طبعا لو امكن يا ريت يعني. قال له طيب خد التليفون ده والاسم ده ممكن يساعدك. ده اسم ايه ده؟ قال له ده اسم محامي متخصص في الحاجات دي. فقال له متشكر. وبعدين اتصل بالمحامي ده وراح له، قال له تعالى لي، راح له وقال له تعالى قدم اوراق كذا كذا وملى البيانات وقدمها. وقال له بقى هنشوف الموضوع ده ممكن بياخد بقى مده طويله، ياخد سنه سنتين ما اعرفش. فيعني قدمه ماله الاوراق ماله كل الاوراق وقال له خلص. الكلام ده كان فين؟ في شهر نوفمبر. وقال له كويس ان ربنا بعت لنا شغل، ادي احنا قادرين نعيش. وقال له يا رب برضه الموضوع في ايدك، اتكلم احنا وراك وراك تتكلم انت يا رب. كل ده خلى علاقتهم بربنا تزداد، تزداد في صلوات وقرايه في الانجيل ومراحل كنيسه واعتراف ومناوله وحياه روحيه حلوه قربتهم من ربنا. خصوصا ما كانش لهم اتكال غير عليه هو، بس هو اللي مدبر كل حاجه. ويا رب طبعا اقامتنا في المكان ده تبعك انت، انت اللي جبتنا، انت اللي سهلت، وانت اللي ممكن تقعدنا او ترجعنا، وفي الحالتين احنا مبسوطين ان احنا معاك يا رب. استمرت الصلوات طوال شهر نوفمبر وطوال شهر ديسمبر، وهم سايبين ربنا يعمل في الوقت المناسب. ويفاجأوا في شهر يناير، يعني بعد 60 يوم بالضبط، المحامي بيتصل بيهم تعالوا عايزكم. راحوا قال لهم انتوا الحالة الغريبة الفريدة من نوعها انه توافق على الاقامة بتاعتكم وخدتوا الجرين كارد خلاص. قالوا له صحيح؟ قال لهم ايوه صحيح، انا مستغرب انا كمان مش عارف. ووصى ناس من المكتب بتاعه عملوا لي دراسة كاملة ليه ده بالذات يتوافق عليه الطلب ده وغيره ما يتوافقش عليه ازاي. طبعا هم فاهمين، فهمهم ان ربنا يقول لهم انا عايزكم تقعدوا هنا. قالوا له متشكرين قوي قوي يا رب، وحاضر ما دام انت عايز، ما دام مسهل كل حاجه. واقاموا هناك وهم شاكرين ربنا وقربوا قوي من ربنا، لانه فهموا ان اساس وجودهم ربنا مش حاجه تاني. فارتبطوا بالكنيسه بزياده وقالوا له انت كل شيء، وارتبطوا بالصلاه انها تبقى هي معاهم خطوه بخطوه في كل اعمالهم وحياتهم. استمروا كده وما زالوا فرحانين وعايشين كويسين في امريكا. ليه؟ لانه الله هو اساس حياتهم. عندما يتركك الجميع، ثق ان اباك الحنون مستعد ان يحتضنك ويرعاك فتحيا مطمئنا. فأعمال الله تعلن حقائق روحية تقتادك إلى التوبة وتربطك بمحبته. قصتنا أظن واضحة، بتقول أنت بتصلي ولا لا؟ ويا ترى أنت متقبل تدبير ربنا في حياتك ولا لا؟ الإنسان اللي بيصلي هو إنسان محمول على يدي الله، ربنا شايله وماشي بيه. هو ده اللي ربنا قاله في سفر التثنية، حملتكم على ذراعي كما يحمل الأب ابنه 40 سنة في البرية. فربنا شال شعبه 40 سنة في البرية، وبيشيل ولاده دلوقتي، بيشيلهم طول عمرهم طالما هما بيصلوا له ومتكلين عليه. انت عايز تعيش هذه الحياة الهادية؟ طب يلا تعال ابتدي صلي. صلي
واهتم بالصلاة واديها وقت قبل أي حاجة تاني، اديها أولوية عشان تتمتع بيها. فينك بيتك؟ قوم طلعها وابتدي صلي فيها وبراحتك، حتة بحتة هتنمو وتتعود عليها وتتمتع بالتالي بحلاوة المزامير وتأثيرها في حياتك. الله عايزك والله هيساعدك، المهم ان انت ادي فرصة لنفسك تقرب من ربنا. الصلاة هي اقصر طريق يوصلك لربنا. الصلاة هتخليك مع ربنا وكمان مستريح متكل عليه. عشان كده التدريب بتاعنا في هذا الاسبوع هو الاهتمام بالصلاة. انا مش عارف انت بتصلي ايه، لكن على الاقل اقدر اقول لك تدريبك لو مش بتصلي خالص، طب صلي 5 دقايق الصبح هي حتة من صلاة باكر، وصلي 5 دقايق بالليل حتة من صلاة النوم. الله تبقى رائع بقى لو قريت كمان 5 دقايق حتة في الانجيل. بكده انت فاتح السكة لربنا عشان تتمتع برعايته وابوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول.